سلام، كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم غادي نهضروا على وسيله من وسائل منع الحمل. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على اللولب النحاسي، غادي نشوفوا الاضرار ديالو، غادي نشوفوا المخاطر ديال اللولب، غادي نشوفوا الايجابيات ديالو، فوقاش نقدروا نديروه فوقاش ما نقدروش نديروه، شكون هي المراه اللي تقدر دير اللولب وشكون هي المراه اللي ما تقدرش دير اللولب. عنده بزاف الايجابيات كتب، ولكن ما تنسيش عنده اضرار وعنده مضاعفات وعنده سلبيات. دونك قبل ما تمشي تعملي اللولب خاصك تعرفي الاضرار ديالو اللي غادي تلقايهم في هذا الفيديو هذا. الوغ في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نجاوب على جميع الاسئله اللي كيطرحوا عليا في الريزو سوسيو، وفيديو غادي يكون مهم بزاف. الا كنتي مهتمه بالموضوع ما عليك الا تكملي الفيديو من الاول حتى الاخر، حيت غيفيدك فيه بزاف ديال المعلومات مهمه. دونك قبل ما نمشيو نشوفوا الفيديو ديالنا كيف العاده، ما تنسيش تعملي الفيديو جميل عجبك، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد، لان ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نتكلم على الوسائل الاخرى ديال منع الحمل. غنتكلم على الكينا وغنتكلم على ليزانجيكتابل اللي هما وسيله من وسائل منع الحمل. الى عندكم اي سؤال حطوه في التعاليق، انا راه اي سؤال كيتحط كنجاوب عليه. الوغ شنو هو اللولب؟ اللولب اللي معروف باسم ديال اللولب ستيريلي دي، ولا اللي تيقولوا ليه العمليه الصغيره، ماشي عمليه، هو واحد لابليكاسيون اللي هي خفيفه ظريفه ما كياخذش بزاف ديال الوقت. هذا اللولب هذا كيف ما كتشوفوا في الصوره يتكون من النحاس ويتكون من البلاستيك، فيه جوج ديال المكونين البلاستيك والنحاس، كيكون على شكل حرف تي وتيكون عنده واحد الخويطات اللي هابطه منه لتحت، تيكونوا ديال الحرير اللي كيذوبوا بوحديتهم. هذوك الخويطات منه كندخلوا اللولب للرحم، وملي كنبغيو نخرجوه كتبغي السيده تحيدو كنجروه من دوك الخويطات وكيتحيد. هذا اللولب هذا هو وسيله غير هرمونيه، هذا هو اللي زوين فيه انه لا يحتوي على هرمونات. يعني السيدات اللي عندهم مشاكل في الهرمونات مثلا ما تيقدروش يشربوا الكينا، ما تيقدروش يديروا ليزانجيكتابل. الهرمونات كيف ما كتعرفوا كيسببوا بزاف ديال المشاكل على الصحه، يقدروا يديروا بزاف الاخطار على الصحه ديال المراه، ومن بين هذه الاخطار اللي كتكون صعيبه وهو السرطان، سرطان عنق الرحم وسرطان البزوله، سرطان الثدي. يعني النساء اللي كياخذوا بزاف تيشربوا الكينه بزاف في حياتهم مثلا 10 سنين ولا 20 عام، كيقدروا يتصابوا بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. لهذا هذه اللولب تعتبر من احسن وسائل منع الحمل حيت ما فيهش هرمونات. كيفاش اللولب تيقدر انه يمنعك ما تحمليش؟ فاللولب كيدير واحد التهاب صغير، شويه ديال التهاب في الجدار ديال الرحم اللي كيمنع لينا تعشيش البويضه، كيمنع لينا كذلك الصعود ديال الحيوان المنوي باش ما يتلاقاش لنا مع البويضه ويوقع اخصاب ويوقع تعشيش. هذا هو الدور ديال اللولب. دونك شكون هما النساء اللي يقدروا؟ من طبيعه الحال ماشي اي مره تقدر تستعمل اللولب. الو غادي نشوفوا شكون هما النساء اللي يقدروا يستعملوا اللولب. اولا خاص السيده ضروري تكون والده على الاقل ولده وحده، يعني عندها طفل او طفله. السيده لي نولي باغ، يعني اللي عمرها ما ولدت في حياتها، ما تنديروش لها اللولب وما تنقدروش نديروه ليها تماما، حتى كيكون عندها وليد ولا بنيته حتى تقدر دير اللولب. السيده اللي كتشرب الادويه ديال جريان الدم اللي كتجري لها الدم، تيكون عندها تخثر الدم وكتشرب ادويه باش الدم ديالها يجرى، هذه ما تقدرش دير اللولب. السيده اللي عندها التهاب الرحم او اللي عندها تعفن في الرحم، هذه حتى هي ما تقدرش دير اللولب. السيده اللي عندها فقر الدم حتى هي ما تقدرش دير اللولب. اللي عندها لي كيست بزاف في الرحم ديالها، اللي عندها لي فيبروم اللي كتسمى الكره، او اللي عندها سرطان، هاد السيدات كاملين ما يقدروش يديروا اللولب، تيقدروا يديروا وسيله اخرى من وسائل منع الحمل. الوغ من غير هاد السيدات اي وحده تقدر ديرو. غادي نشوفوا دابا فوقاش السيده تقدر تمشي ديرو. فين كيدار اللولب؟ كيدار في لي سونتر دو سونتي، في المراكز الصحيه اللي كاينه في المغرب، وكيدار عند لي جينيكولوج. الثمن ديالو يمكن كان شحال هذيك 300 درهم 300 درهم، ما عرفتش دابا يقدر يكون داير 600 درهم باش كيديروه. دونك وحتى في لي سونتر دو سونتي في المراكز الصحيه كيدار بطريقه اللي هي مضمونه جدا. كيف ما كتعرفوا ان اللولب كيضمن انك ما تحمليش بنسبه 99%، لهذا كيتعتبر وسيله مضمونه لمنع الحمل. اللي تبغي تمشي ديري اللولب ضروري حتى تكون فيك الدوره الشهريه في الاسبوع، في الثلاث ايام الاخيره من الدوره الشهريه، او حبذا اليوم الاخير من الدوره الشهريه كتمشي للمركز الصحي وكتعملي اللولب. هنا غتقولي لي علاش ضروري تكون فيا دوره شهريه فيا لي غاكل عاد نمشي نديرو؟ من طبيعه الحال ما نقدروش نديرو اللولب للسيده وهي ما فيهاش دوره، حيت تقدر تكون حامله. دونك ملي كتكون عندك دوره راه كنكونوا متاكدين ان السيده ما عندهاش حمل. بعد الولاده السيدات اللي يلاه ولدوا بغاو يديروه، بعد الولاده فاش نقدروا نديروا اللولب بالنحاسي؟ السيده اللي ولدات ولاده طبيعيه سواء كترضع ولا ما كترضعش تقدر ديرو من بعد 40 يوم من الولاده ديالها تتمشي ديرو. والسيده اللي ولدت ولاده قيصريه كتقدر ديرو من بعد 3 اشهر من بعد الولاده ديالها. هنا كيف ما كتعرفوا الولاده قيصريه كنتسناو حتى كيلتئم الجرح وكيبرى لينا. ملي كتمشي السيده للمركز الصحي تعمل هذا اللولب هذا، كتعملو المره الاولى
من بعد شهر كدير كونترول كتمشي تراقبوا واش باقي اللولب في بلاصتو، واش تزعزع، واش الامور مزيانه. من بعد 6 اشهر كتعاود دير كونترول مراقبه وكتشوف اللولب واش باقي في البلاصه ديالو. من بعد كتبقى دير كونترول كل سنه، مراقبه ديال اللولب كل سنه. بعض السيدات يديروا غلط انهم من بعد 6 اشهر ما كيعاودوش نهائيا يديروا الكونترول من تحت ال 10 سنوات، وكاين اللي 10 سنوات وما كتحيدوش. هنا كديروا غلط، ضروري المراقبه كل سنه، حيت يقدر يكون مثلا دار لك التهاب وانت ما في خبركش. دونك المراقبه مهمه. غادي نشوفوا دابا الايجابيات ديال اللولب. شنو هما الايجابيات ديال اللولب النحاسي؟ اول حاجه بانه وسيله غير هرمونيه، لا يحتوي على هرمونات. ثاني حاجه فعاليه ديالو مضمونه 99%، كيضمن لك انك ما غاديش تحملي. الحاجه الثالثه انه وسيله طويله المدى لمنع الحمل، انه تقدري تبقاي دايره حتى ل 10 سنوات وما تحمليش به. الحاجه الرابعه كتقدري ديريه واخا انت كترضعي. الحاجه الخامسه انه لا يتفاعل مع ادويه، ماشي بحال الكينه، ماشي بحال الزنجبيل، ماشي واخا كتشربي ادويه اخرى ولا كتشربي العشوب ولا كتاخدي شي حاجه، هو لا يتفاعل مع ادويه، يعني الفعاليه ديالو كتبقى مضمونه انك ما غتحمليش. الحاجه السادسه انك نهار كتحيدي كتقدري تحملي داك النهار، الا كان داك لوجوغ عندك هو لوجوغ ديال الفيلاسيو، عندك نهار الاباضه وحيتي كتقدري تحملي داك النهار، كترجع لك الخصوبه ديالك داك النهار وكتقدري تحملي. غادي نشوفوا الاعراض الجانبيه والخطوره وشنو هما الاضرار ديال اللولب النحاسي. دونك هاد الاضرار اللي غادي نقول لكم ولا هاد المضاعفات، ماشي اي سيده دارت اللولب غيقدر يجي هادشي اللي كنقول. هادشي كيجي حالات نادره، سيده من بين 10 ديال النساء تيقدروا يجيوا هاد الاعراض اللي غنقول، ولا ما يقدروش يجيوك تماما وتبقاي دايره 10 سنوات. يعني ماشي بلا تسمعوش اخطار ولا اضرار تقولوا دونك ملي غنديروا غيجيني هادشي، لا، تنقول لك في بعض الحالات بعض النساء تيقدروا يجيو هاد الاضرار، تقدر يجيك واحد، يقدروا يجيوك جوج، يقدر ما تجيك حتى شي حاجه. دونك اول حاجه اللولب ملي كديروا السيده كيخربق لها الدوره الشهريه، كتقدر الدوره الشهريه تجيك مرتين في الشهر. تخوبل ديال لو سيكل من بعد 3 اشهر كتقاد لك الدوره، يعني هادشي تيكون غير 3 اشهر الاولى. وملي ديريه بيان سور ما تشربيش ادويه اللي كتجري الدم، ما تاخديش الاسبيرين، ما تهزيش الثقل، ما تطلعيش في الدروج، ما تضربيش التمارين، باش داك اللولب كيبقى في بلاصتو كتحافظي عليه، حيت الا درتيه وقمتي بواحد العمليه شاقه غادي يزلق من بلاصتو وغادي يطيح. كذلك اللولب يقدر يدير لك اكياس على المبيض، تكيس المبيض، هاد الاكياس كيكونوا حميده ماشي خطره، تيكونوا صغيرون وما تكونش عندهم اعراض، دونك ما نخافوش منهم. كذلك اللولب يقدر يعمل لك عدوى ولا التهاب ديال الرحم، يعني هنايا الا دار لك عدوى كثيره والتهاب اللي هو كثير، فهاد الحاله كنحيدوا اللولب. كذلك اللولب من بعض السلبيات ديالو انه يقدر يتحرك من بلاصتو، يقدر يتعوج، يقدر يهبط، يقدر يطيح، كذلك انه يقدر يتقب الرحم ويخرج من الرحم ويمشي للاعضاء الاخرى. كذلك اللولب تقدري تحملي به، وهذه نسبه ضئيله جدا نادره، 1% من النساء اللي تيقدروا يحملوا باللولب، كيف ما قلت كيقدر يزلق ويطلع وتقدر تحمل به. من بين كذلك السلبيات انك تقدر يوقع لك حمل خارج الرحم، يعني تتحملي في البرون، وحتى هذه حاجه اللي هي نادره ان 1% من السيدات اللي كيقدر يوقع لهم حمل خارج الرحم اللي كيتسمى حمل في البرون. من بعض السلبيات ديالو يقدر يدير لك مثلا صداع في الراس، يخرجوا لك الحبوب في وجهك، يقدر الصدر ديالك يضرك. كانوا هادو هما السلبيات ديال اللولب، كيف ما قلت قبل انهم كيكونوا نادرا شي سيده باش تقدر يجيوها هاد الاعراض هادو ولا هاد المضاعفات ولا هاد السلبيات. دونك ما تخافوش، لان اللولب تتعتبر من بين الوسائل الاحسن لمنع الحمل، لانه لا يحتوي على هرمونات، وسيله امنه وزوينه، فقط خصكم انكم تحافظوا عليه في الثلاث اشهر الاولى باش يبقى في بلاصتو، باش ما تقدريش تحملي به، وضروري الكونترول، حيت الا درتي كونترول ما غيوقعش لك التهاب، ما غيوقعوش بزاف ديال الاعراض. هنا وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، كنتمنى نكون جاوبت على جميع الاسئله اللي سولتوني في لي ريزو سوسيو على اللولب. كنقول لكم الى اللقاء، ما تنساوش تعملوا جيم للفيديو، اي سؤال عندكم مرحبا حطوه في بلاصه التعليق غادي نجاوبكم عليه. الى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.